قال صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش الخلافة في قريش الملك في قريش المهدي من عترتي البذاذة من الإيمان الحياء من الإيمان الغيرة من الإيمان التثاؤب من الشيطان إنها من القدر اتخذه من ورق الأعمال بالنيات الأعمال بالخواتيم الغلة بالضمان المجالس بالأمانة أبردوا بالطعام أبردوها بالماء ابدأوا بأيمانكم ابدأوا بالأكابر أرحنا بالصلاة تسموا بخياركم ائتموا بإمامكم اقتضبوا بالحناء اقتدي بأضعافهم ارفق بالقوارير حج عن أمك صومي عن أمك صومي عن أختك قيد وتوكل اعقلها وتوكل أبرهما وأوفاهما أبعدهما وأطيبهما زاد وراحلة اعتبري في رمضان استووا وتراصوا انتضلوا واركبوا اخشوشنوا وتمعددوا اجملوا في الطلب اعتدلوا في الصلاة احفظوني في العباس احفظوني في قرابتي الصديق في الجنة علي في الجنة عثمان في الجنة الشهيد في الجنة الموجودة في الجنة المولود في الجنة الجفاء في النار قاتلك في النار صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم